بونجور، أهلا بطلبة الصف الثالث الثانوي. مراجعة على الوحدة الثانية. هنبدأ مع بعض أدوات التجزئة أو قاعدة أوم، وهسيب لكم في أول التعليقات في صندوق الوصف مراجعة الوحدة الأولى. بسم الله نبدأ مع بعض. عندي ثلاث دروس أدوات التجزئة. أدوات التجزئة عندي في اللغة دو دو لا دو إلا أبوستروف دي الجمع، وهي جزء من كل. هنا الدي بستخدمها قدام أكلة مذكرة، إن أنا باخد جزء من كل، زي كلمة بواسون يعني سمك، زي كلمة كافي قهوة، تي الشاي. دي لا لو كلمة أكلة مؤنثة، دي لا فياند اللحمة، سلاد سلطة. دي إلا أبوستروف لو الأكلة مبدوءة بلتر فويل، هنا كلمة أو يعني المية. دي الجمع أي كلمة آخرها الأكس والأس. طيب أدوات البختتيف بستعملها مع الأكلات. طبعا هنا لو باجي أنفي الفراز، هنعمل هنا فراز، أما أقول إكزامبل جي مانج، أنا باكل وعندي كلمة بواسون سمك. لما اجي اخد اداة، طبعا لما باكل باكل جزء من كل، فهاخد دي خلاص، لان كلمة بواسون كلمة مذكرة وهي طبعا اكلة، فباخد لها ادوات التجزئة فباخد كلمة دي. مثلا لو انا عايزة اقول اكزامبل تاني، اقول جي مون جي بوا يعني انا بشرب، وهنا كلمة او المية. طبعا المية كلمة مبدوءة بلتر فويل، فهاخد دو الابوستروف. في حالة النيجاسيو النفي، ايه المعلومة اللي انا بتعلمها عن الادوات التجزئة؟ لما الاقي في الفراز دو دو لا دو الا ابوستروف دي الجمع، بحولهم للدو ودي ابوستروف في حالة النيجاسيون. اما اقول تي مانج دي بواسون يعني هل انت تاكل سمك، لما اجي اقول احولها النيجاسيون هقول نو، واجي هنا تي بحولها لجو انا، واجي كلمة مانج واحط هنا ادوات النفي بتاعتي النو، وادي كلمه البا، وادي كلمه بواسو السمكه. طيب هنا هعمل ايه؟ هعمل ايه في كلمه دو؟ طبعا بدل ما انا عندي نيجاسيون بحولها للدو، اما لو الكلمه مبدوءه بلتر بوفايل بعملها دي ابوستروف. المعلومه اللي انا لازم اتعلمها طبعا هنا تي أشيت دي فروي يعني هل أنت بتشتري فاكهة، هقول طبعا وي تمام. جاشيت أنا بشتري. طيب هنا كلمة فروي بكتبها زي ما هي، هنا هتسبق لي بكلمة بون. كلمة بون هنا صفة، طب إذا سبقت الاسم، الاسم لو أنا سبقته بصفة جمع، في الحالة دي بحول كلمة دي جمع للدو خلاص. طب هنا كلمة دي هتتحول معايا، الدي تتحول للدو. طيب دي حالة. طيب لو الاسم الجمع مسبوق بصفة جمع، بحول الدي للدو. ديت فيربات بستعملها مع البارتيتيف. فيرب مونجي، مونجي يعني ياكل، بوار يشرب، براندر ياخذ، اشتي يشتري، فوندر يبيع، فولوار يريد، افوار يمتلك. كلمه اليا ده اكسبريسيو تعبير بمعنى يوجد. دي كلها الفيربات اللي انا بستعملها مع البارتيتيف. يا ريت لو عجبنا المحتوى ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وهنتعلم ازاي ان احنا نقدر نصرفهم مع بعض. مع كلمات الكميه، مع كلمات الكانتيتي بحول الدي للدو. كلمه بيكو يعني كثير من، باخد معاها كلمه دو.
كلمه اسي معاها كلمه دو، كلمه اترو معاها كلمه دو. خلاص معايا كلمه ب معاها كلمه دو، ديت اسمها كلمات الكوانتيتي يعني الكميه. بكو دو كثير من، اسي دو يكفي، اترو دو يعني بزياده، ب دو يعني يكفي او قليل. طيب نيجي نعمل هنا على الفراز، لما اقول تي مانج دي بات هقول وي، انت بتاكل مكرونه كتير، انت بتاكل مكرونه. وي جي مانج انا باكل، وادي كلمه بات اللي هي المكرونه، هاخد لها كلمه كانتيتي، كلمه مثلا باخد بالزياده، هاخد ب قليل، وادي كلمه دو قليل من المكرونه. طب هنا حولت الدي للدو، مثلا باكل كتير دو بات. خلاص انا باكل باكل اترو بالزياده معاها كلمه دو بات. تبقى كلمات الكانتيتي الكميه لما تيجي قبل الاسم بحول الدي الجامعه للدو المفرد. عندي فيربات الميول، نخلي بالها بالنا منها قوي. كلمه ايمي يحب، بري في ري يفضل، أدوري يعني يعشق، دي تستي يكره. دي كلها الأربع فيربات اسمها فيربات الميول. فيربات الميول يعني إيه فيربات الميول؟ لما أنا أشوفهم في الفراز على طول هم بياخدوا معاهم أدوات تجهيز اختيكل ديفيني المعرفة لو لا إلا أبوستروف للجمع. طب نوضح ده في الإكزامبل هنا ونشوف ازاي. لما اقول جي مانج، نخلي بالنا دو بواسون. اما اقول هنا جيم لو بواسون، نخلي بالنا من المختلف في الفراز هنا. كلمة هنا استعملت دو وهنا استعملت لو. ليه بقى؟ كلمة أنا باكل السمك باكل جزء من كل أدوات تجزئة، أما هنا أنا بحب السمك بصفة عامة، فيرب إيمي من فيربات الميول، فعلى طول بستعمل وبستبدل أدوات البارتيتيف بكلمة بأدوات المعرفة لو. تبقى أنا جيم لو بواسون، جيم لا فياند بحب اللحمة، بحب الشيء بصفة عامة فبستعمل معاه أدوات المعرفة. هنتعلم ازاي نصرف الفيربات اللي بستعملها مع ادوات التجزئه. اول فيرب فيرب مانجي ياكل، فيرب مانجي لما اجي اصرفها اقول جي مانج، تي مانج، ال مانج يعني انا اكل انت تاكل. المجموعه الاولى نهايتها هنا الاو، الاو اس الاو. طيب هنا نو مانجو، ونخلي بالنا الفيرب شاذ هنا مع النو فقط لان بضيف له قبل الاو ان اس بضيف له الاو عشان عملت لي برونسياسيون النطق. فو مانجي اخرها او زد، ال مانج اخرها اي ان تي، والاي ان تي ما بنطقهاش. تاني فيرب معايا فيرب بوار بمعنى يشرب، هنا جي بوا يعني انا اشرب، تي بوا، ال بوا، نو بيفو، فو بيفي يعني نحن انتم، ال بواف يعني هم او هن يشربوا. ونخلي بالنا ان الفيرب هنا مع النو والفو بحول الاو اي الى الاو واضيف له الفي. تمام. ثالث فيرب معايا فيرب اشتي بمعنى يشتري، جاشيت، جاشيت هنا الفيرب معلوش اكسونان مع المفرد واللي الجمع بضيف له اكسون على الاو. جاشيت يعني انا اشتري، جاشيت، الالاشيت، نو اشتو، هنا ما بحطش الاكسون، فوزاشيتي الالاشي اشتو.
pardon. E. Ent. خلاص الفيرب مجموعه اولى e ent. هنا ils achètent, elles achètent, هم يشتروا, هن يشتروا. ونهايات المجموعه الاولى لو نفتكرها مع بعض, مع الجي بياخد الاو, مع التي اي اس, مع الاي بياخد الاو, مع النو بناخد او ان اس, مع الفو او زد, مع اللي الجمع اي ان تي. ونخلي بالنا من ان الفيرب مانجي بضيف له الاو عشان عمليه النطق, وفيرب اشتي بضيف له الاكسونال. فيرب براندر بمعنى ياخذ, وده فيرب مهم جدا بستعمله مع وسائل المواصلات ومع الاكلات. جي بران ده دوغوازيام جروب مجموعه ثالثه. تي بران, ايل بران, نو برونو, فو بريني, ايل برين. هنا نخلي بالنا مع الجمع بنعمل دوبل ان, دوبل ان. هنا بنحذف مع الجمع, بنحذف الدو, تمام. مع ايه للجمع, مع ايه للجمع فقط, وقال للجمع بعمل دوبل ان. وهنا بحذف الدو من النو والفو والال والال افيك اس. اخر فيرب معايا في فيربات اللي باخدها مع ادوات التجزئه فيرب فولوار بمعنى يريد. جو فو يعني انا اريد, تو فو هو انت تريد, ال ال فو, نو فولو, فو فولي, ال فيل, ال فيل هم يريدوا, هن يريدوا. هنا في سؤالين بنقيس مقياس الفهم بتاعنا للي احنا خدناه عشان ناخد قاعده ام, ويا ريت نكتب اجاباتهم في الكومنتات, هنقراهم مع بعض. جي بوا, لو انت قدرت تحلهم يبقى انت فهمت اللي احنا قلناه, ما قدرتش حاول ترجع تاني للشرح. جي بوا يعني انا اشرب صودا, الصودا اللي هي الكوكاكولا. هاخد دو ولا دولا ولا دي ولا دي الجمع. ونخلي بالنا هنا تركيزنا, ببص ان الدي الكلمه لو جمع اخرها اس او اكس معروف. طيب هنا دولا يبقى الكلمه مؤنثه, دي الكلمه مذكره. طيب اما اقول اني مانج با فياند, انا ما باكلش اللحمه, نخلي بالنا الفراز دي فيها نيجاسيون. يعني ايه نيجاسيون؟ يعني نفي. واحنا تعودنا في النفي ان انا بحول ادوات البارتيتيف الى دو والدو ابوستروف, خلاص. فانا بسال نفسي لو الفراز منفيه او الجمله منفيه فيها نيجاسيو اركان النفي ني والبا, فببدا احول ادوات التجزئه هنا لدي ودي لا ودي الى ابوستروف, لدي ودي ابوستروف. نكمل مع بعض الدرس الثاني في الوحده الثانيه. قاعدة لبرونون اون في الدرس الثاني في الوحدة الثانية, ده ضمير بحله يحل, محل مفعول به مسبوق بأدوات نكرة ان وين دي. دي أول حالة, هو ليه أربع حالات. طب الحالة الأولى إن هو يحل محل مسبوق بأدوات نكرة. أما أقول لك هنا تو في, أنت تريد, ده إكزامبل. دي جلاس, عايز آيس كريم. نخلي بالنا هنا الفراز ديت المفعول دي جلاس, مفعول به مسبوق بأدوات نكرة دو. علشان أستبدله بالضمير أون بحذف المفعول وأقول جو, أنا هنا في يعني انا اريد. يبقى انا استبدلت دي جلاس بكلمه ام, وحطيتها بين السوجي الفاعل والفعل. الحاله الثانيه ايه هي؟ اما اقول دي الحاله الثانيه, يحل محل مفعول به مسبوق بادوات تجزئه اللي هي مع الاكل, دو دو لا دو الا ابوستروف دي الجمع. نوضح بالإكزامبل. أما أقول لك هنا تي مونج, أنت بتاكل دو لا فياند, لحمة. طيب هنا فين المفعول عندي؟ دو لا فياند بحذفها
واستبدلها بالضمير أم، بحطها فين؟ بحطها هنا بين الفاعل والفعل. هقول وي جو، انا بحط الضمير اون، ابص فين عشان نبدأ بلتر فويلا، مونج يعني انا باكل، يعني باكل لحمه. كلمه اون هنا عايده على كلمه دو لا فياند، اللحمه. الحاله الثالثه القاعده اون تحل محل مفعول به مسبوق بعدد اون دو تغوى. ناخد اكزامبل، اما اقول هنا تي بارل دو لونج، انت بتتحدث لغتين، المفعول عندي هنا دو لونج لغتين، بستبدله بكلمه اون. ليه؟ لانه مسبوق بعدد اللي هو رقم اتنين، فبحطها فين؟ هنا. طب والعدد بينزل؟ نشوف مع بعض. جي هقول وي جي، وادي الأون طبعا أبوستروف عشان مسبوقة بحرف جر، بارل هنا في اس، بارل أنا بتحدث أو بتكلم. طيب هنا الجملة مثبتة، بدل الجملة مثبتة لازم أنزل العدد دو، بتكلم اتنين. طب لو الجملة منفية هلغي العدد، ننفي جملة مع بعض. هقول هنا نو لا، وادي الجو، وادي هنا الضمير اون هيدخل في النفي، هيدخل في النفي، وادي كلمة بارلا، وادي الضمير اون، وادي كلمة با، ده أركان النفي. تبقى هنا اهي، تبقى الضمير او اتنفى مع الفعل، خلاص. طيب العدد انزل بيه؟ لا، هنا بقى في الحاله ديت ما بنزلش بيه في حاله النفي، في حاله الاثبات فقط. الحاله الرابعه كي مونج بيكو دي فوي، هنا الافراز فيها ايه؟ فيها كانتيتي، كلمات الكميه اللي احنا لسه قايلينها في بدايه الحلقه، نرجع لها، اللي هي بيكو دي وتغو دي وامبي دي وكلكا. هنا واخدة معايا كلمة دي على الرغم من الكلمة بعديها جمع، ولكن علشان دي كلمات الكانتيتي. طب هنا المفعول بدمه مسبوق بأدوات كانتيتي، على طول بستبدله بالضمير أم. هقول هنا وي جو، مانج أنا باكل كتير من الفاكهة. طب كلمة بكو هتنزل؟ هتنزل في الإثبات زي العدد. خلاص بقى في آخر الإفراز مش محتاجة أحط الدو، في آخر الإفراز دي قاعدة ما بحطش معاها الدو. طيب في حالة النفي، في حالة النفي مش هنزلها، هقول نو، نخلي بالنا قوي، جو هنا أدي الني أداة النفية، مونج وأدي كلمة با، وانا ما باكلش، والافراز بتاعتي كده خلصت. هنا ما حطيتش الكوانتيتي في النفي، ما نزلتش معايا، تمام. يبقى هنا اركان النفي ادي الني وادي البا، وهنا الاون اتنفت معايا مع الفيرب، تبقى الكوانتيتي بتحطه في الاثبات وتشاله في النفي. الضمير اون هنا مع الامر هيتحط، ما اقول مانج دي جاتو، ايه اللي عرفنا ان الافراز دي فيها امر؟ ان هنا ما عنديش فاعل اصلا، الامر بيتصرف مع ثلاث برونون، مع التي مع النو ومع الجو، وباجي احذفهم واحط مع التي بيكون معاها اي اس واحذف الاس، خلاص. يبقى انا بعرف ان الافراز دي في الامر لان هنا الفعل ما عندوش فاعل، السوجي بتاعه محذوف، فقال لي مانج دي جاتو، كل جاتو. لو انا عايزه احط الضمير اون واستبدل هنا في الحاله دي، فاقول مانج، وادي دي بستبدل عشان ادوات تجزئه واكل كمان، بستبدلها بأون. نخلي بالنا من التكايه اللي جايه ديت، بعمل ايه بقى؟ بروح جايه حاطه شرطه كده ما بينهم، واحط هنا الاكسكليماسيو علامه التعجب، وخلي بالنا قوي ان مانج دي كانت مصرفه اصلا مع مين؟ مع التي،
والتي بتاخد ايه؟ ري اس، وانا حذفت الاس وحذفت التي خلاص، فبرجع الاس تاني. تمام، برجع الاس تاني هنا في حاله ان انا بستبدل المفعول، بشيله كله بالضمير اون بالبرونون اون، بستبدله بكلمه اون، برجع مع حاله التي فقط، برجع الاس تاني. في سؤال دلوقتي نجاوب عليه في الكومنتات مع بعض؟ اللي كمل معايا الفيديو للاخر، انا هكمل الدرس الثالث في الحلقه الجايه ان شاء الله، اللي هي الوحده الثانيه، هنتكلم عن الدرس الثالث نشرحه مع بعض. السؤال ده عايزين نتعلمه مع بعض ونحله في الكومنتات. اما اقول تي فا اشتي دو لو كونفيتير مربى، يعني انت سوف تشتري مربى. الفراز دي مهمه جدا. هنا انا عايز اعمل ليها حاله نيجاسيون نفي. لما اجي انفي السؤال الاول، الفراز ديت او الكيستيو ده فيه فيربين، هنفي مين فيهم؟ هنفي الاول فقط، احطه بين ادوات النفي. طيب لو انا عايزه استبدل المفعول بالضمير اون، هحطه هنا زي المكان اللي انا اتعودت عليه ولا بين الفيربين؟ طبعا بتحط بين الفيربين، بتحط بين الفيربين، يبقى هو ساب مكانه. لما يكون عندي فيربين جايين ورا بعض، هو بتحط بين الفيربين. طيب حلو قوي. في حاله النيجاسيو هيدخل في النفي ولا مش هيدخل في النفي؟ يا ريت نكتب الفراز دي في الكومنتات، والمره الجايه هبدا بيها ان شاء الله ونحلها مع بعض، وهجاوب على كل واحد يكتبها لي في الكومنتات. القواعد بتاعه الدرس الثالث في الوحده الثانيه. عندي اول حاجه لنمبر، ايه هي العلامات او الملحوظات اللي المفروض ان انا اخدها على لنمبر الارقام؟ نخلي بالنا من الرقم 21 ببدا اربط باداه العطف ا، اللي هي زي كلمه اند، فاقول فانتيا فانتيا 21 بس. 31 برضو بربط باداه العطف ا، ترانتيا ترانتيا. 41 كارانتيا، معايا بربط بالعطف، لان من 81 هبدا اوقف الربط، كارانتيا. 51 سانكانتيا، سوسانتيا يعني 61. تمام، هنا سوسانت اونز، هنا 71، لان انا بجيب الرقم 70 عباره عن ايه؟ الرقم 70 عباره عن كلمه سوسانتا بضيف لها كلمه ديس 10، فانا كده جبت الرقم 70. لما اجيب 71 بكمل بعد الرقم 10 اللي هو اونز، تبقى سوسانت اي اونز. خلاص لحد 71 اداه العطف الاي ما ببداش ان انا اربط بيها وبلغيها، والدليل اللي انا لما اقول 81 خلاص، فبقول كاتر فا ا، كاتر فا ا، يعني 81 هنا ما بستعملش اداه العطف، 91 ما بربطش. خلاص هنا الرقم 91 كاتر فا اونز 91، لان الرقم 90 بجيبه من كاتر فا ديس، اربع عشرينات بتديني 80، 80 اونز 91، هنا برضو ما عنديش اداه رابطه. طيب الرقم 80 نخلي بالنا من الملحوظه، هو عباره عن اربع عشرينات 80، فلازم يكون عندي هنا الاس 80، بيكون عندي الاس. طيب لو ده بعديه رقم، ببدا ان انا احذف الاس بشيلها، بقول 82 يعني هنا 82. طيب نخلي بالنا ان كلمة سون يعني 100، برضو كلمة سون بجمعها واحط لها الاس، مثلا تغوا سون 300. لو جه بعديها رقم زي كلمة كاترفان، ببدأ ان انا احذف الاس لو جه بعديها رقم، لو جه بعديها رقم ببدأ ان انا احذف الاس زي كلمة كاترفان. عندي هنا كلمة ميل، الرقم ميل يعني ألف لا يجمع، ميل لا يجمع، كاتر سان دو يعني هنا كلمة سان الرقم 100، لما جه بعديه نمبر انا ما ضفتش الاس. لما اقول هنا كاتر سان لوحدها مش بعديها حاجة،
بضيف الأس. طبعا كلمة ميل ألف، لما أقول هنا ألفين، طبعا ميل جه بعديها أو جه قبليها ما ضفلهاش الأس نهائي، ده خطأ لا تجمع. بور دوموندي كيلكي شوز، عشان اطلب شيء محتاجه صيغه لا بوليتيس، صيغه فيها ادب، فبستعمل دايما المصطلح مع طلب شيء جي فودري. جي فودري يعني انا اريد، بس بصيغه فيها ادب. جي فودري لوموني، عايزه قائمه الطعام. جي فودري لاديسيون، انا عايزه الحساب. طب هنا انا بستعمل مصطلح جي فودري قبل الشيء اللي انا بطلبه. ديت بور دوموندي كيلكي شوز، عشان اطلب شيء. طيب ممكن استعمل جي فودري بليس لانفينيتيف، يعني في المصدر. جي فودري سوغتير، يعني انا اريد ان اخرج. جي فودري مانجي، عايز اكل. جي فودري بوار، اريد ان اشرب. طب انا هنا استعملت بعديها النو الاسم مباشره، هنا استعملت بعديها فيرب، بس الفيرب هيكون في الانفينيتيف في المصدر. دي جي فودري صيغه فيها ادب. احنا عندنا قاعده في اللغه، لما يجي فيربين ورا بعض الاول مصرف والتاني بيكون مصدر. الحاله الثالثه عشان اطلب بوردو مونديك الكوشوز، انا استعملت جي فودري مع مصدر، جي فودري مع اسم، بستعمل كلمه اسك، وكلمة اسك بمعنى هل، واستعملت بعديها كلمة فو، لأن فو هنا بستعملها في صيغة اللابوليتيس، الأدب والإحترام. ناخد إكزامبل نوضح. لو أنت لسه مكمل معايا ما تنساش اللايك والشير والإشتراك في القناة. اسك فو زافي دو فروي فري، اسك يعني هل، فو زافي يعني حضرتك أو لديك أو تمتلك، استعملت كلمة فو، دو فروي فري يعني فاكهة فريش، يبقى أنا طلبت بصيغة تانية فيها أدب مع الفو. الصيغة الرابعة، الصيغة الرابعة عشان بوردو موندي كيلكي شوز، لامبراتيف أو بلوريال، يعني الأمر في صيغة الجمع، ولازم أستعمل معاه كلمة سيلفو بلي، لأن إحنا اتفقنا من البداية أنا بطلب بصيغة فيها أدب. أبورتي موا لو موني، يعني ممكن تحضر لي الموني اللي هي القائمة. سيل فو بلي، دوني موا يعني اعطيني دو كيلو دو بانانا، ولازم اكتب كلمة سيل فو بلي، يعني من فضلك ممكن 2 كيلو موز. ونخلي بالنا من الملحوظة هنا، ان كلمة بانان جمع، وما ذلك استعملت كلمة دو، لان دي كونتيتي كمية. كلمة كيلو من الاكسبريسيون، التعبيرات اللي بيجي بعديها كلمة دو اللي هي التعبيرات الكمية، بنستعمل دي حتى لو الاسم اللي بعديها بيكون جمع. بور اكسبريمي لي كانتيتي، ازاي بعبر عن الكمية؟ هنا الكانتيتي بعبر عنها أول حاجة بعدد، يعني بعدد، ما أقول جي فودري يعني أنا أريد دو لوتي يعني خسايتين، هنا عندي النمبر دو يعني رقم 2، يبقى انا طلبت حاجتين، يبقى هنا استعملت عشان اعبر على الكوانتيتي استعملت نمبر عدد، وطلبت الشيء اللي انا عايزاه. بستعمل رقم 2 وزن، وزن هقول جاشيت 500 يعني 500 جرام دو فروماج، انا عايزه 500 يعني نص كيلو جبنه. ونخلي بالنا هنا كلمة جرام دي كلمة كوانتيتي كمية بتاخد معاها الدو، أو ممكن أقول عايزة 1 كيلو دو فياند، وكيلو برضو كلمة من كلمات الكوانتيتي بتاخد معاها الدو، وعايزة كيلو من اللحمة. تبقى الكوانتيتي بعبر عنها بعدد وبعبر عنها بوزن. هنا الكوانتيتي خدنا عدد ووزن، هناخد العبوة، يعني كل كلمة لها مصطلح. اما اقول ان بوات دو شوكولا يعني علبة شوكولا، يبقى كلمة ان بوات دو مع كلمة شوكولا. هنا ان بوتيل دو يعني ازازة مية، ان باكو دو تو يعني باكيت شاي، ان مخصو دو جاتو يعني قطعة جاتو، كلمة مخصو يعني قطعة، ان فير دو لو يعني كوباية لبن.
une tasse de café فنجان قهوة. كلمة تاس يعني فنجان. فير يعني كوباية. une tranche de viande يعني شريحة لحمة. tranche مع كلمة viande. tranche مع كلمة viande. تبقى une boîte, bouteille, baque, morceau, verre, tasse, tranche. كل واحدة ليها كلمة بتناسبها في العبوة. هناخد مصطلحات الكوانتيتي. عندي كلمة بيكو بتاخد وراها دو ودي أبوستروف. ممكن يجي لو بعديها حرف فويل متحرك، لو بعديها لتر بادي بكونسون حرف ساكن، لو بعديها اسم جمع برضو ده مصطلح اسم الكمية باخد دو ودي أبوستروف. أما أقول إل مانج هو بياكل بيكو كثير، وادي كلمة دو فغوي. خلي بالنا هنا يعني بياكل كثير من الفاكهة. كلمة فغوي ده اسم بلوريال، اسم جمع، ومع ذلك كلمة بيكو دو كلمة من كلمات الكونتيتي الكمية، خدت بعديها الدو. طيب يبقى بعديها اسم جمع، ممكن يجي بعدها اسم مفرد. ممكن قول إلى هو لديه بيكو ودي دي أبوستروف. ليه؟ لأن اللتر اللي بعديها اللتر هنا إيه؟ مبدوء بفويل. لتر فويل. بيكو دو دارجون يعني هو لديه كثير من المال. تبقى دي كلمة مفرد ما فيهاش إس، وهنا خدت الدو. طيب الملحوظة المهمة اللي المفروض إن أنا أعرفها، طب لو كلمة بيكو جت في آخر الفراز، أما أقول إيه البار لبيكو؟ يعني ايه؟ يعني هو بيتكلم كثير. هل هنا انا محتاجة احط كلمة دو؟ لا خلاص الفراز عندي خلصت، وكلمة بكو جات لوحدها من غير الدو لما تيجي في نهاية الافراز. طيب يطبق على الكلام ده كل كلمات الكمية، زي كلمة ان ب دو لو جت بعديها في اخر الفراز اقول ان ب واحط البوان نقطه وكده خلصت. يبقى ديت بيجي بعديها اسم جمع، هنا في نهايه الفراز ما بيجيش بعديها اي شيء. اما اقول ان بو ترو برضو ترو دو برضو بيجي بعديها اسم جمع، لو جت لوحديها في نهايه الفراز ما بحطش كلمه دو. طب ان بو دو ان بو ترو دو ترو. اما اقول هنا ايه هو بوا بيشرب ترو دو صودا. طب كلمة دو جا بعديها نوم اسم بيشرب بالزيادة كثير من الصودا. كلمة تغو يعني زائد. أما أقول إل مانج هو بياكل إل مانج تغو. هنا مش محتاجة إن أنا أحط كلمة دو عشان هي في نهاية الفراز، وطبعا ينطبق عليهم كلمة هنا السي في نهاية الفراز. نخلي بالنا من المعلومة اللي أنا بقولها دلوقتي دي. أما أقول جيم يعني أنا أحب، ورحت كاتبة كلمة بوكو أنا بحب، وكتبت هنا كلمة بواسون. نركز قوي. أما أقول هنا جو مانج أنا باكل، وكتبت هنا كلمة بواسون. المفروض ان انا اعمل ايه هنا؟ المفروض ان احنا متعودين ان كلمة بكو بتاخد دو او دو ابوستروف، صح؟ هنا معايا فيرب ايمي. جيم يعني انا احب من فيربات الميول اللي هي ايمي
بريفري يفضل، ديتستي يكره، ادوغي يعشق. الاربع فيربات لما بيجوا بيجوا بعديهم ادوات لزارتيكل ديفيني اللي هي لو لا الا ابوستروف للجمع. فهنا انا هستبدل الدي والدي ابوستروف بكلمه لو. ليه بقى انا عملت الحركه دي؟ عشان عندي في الفراز جم فيرب من فيربات الميول. هنا بقى ما اقول جو مانج، انا باكل جزء من كل بواسون، هنا هاخد كلمه دو. ادوات تجزئه لان انا باكل جزء من كل، انا باكل جزء من كل، ما عنديش هنا فيربات الميول. اما اقول جو مانج بيكو دو بواسون. شوف خلي بالنا من ثلاث الافرازات مختلفين ازاي. هنا هنا خدت لو، خدت هنا دو، هنا خدت دو، هنا خدت دو ليه؟ لان انا عندي كلمه بكو، وبكو دي كلمه اكسبريسيون، تعبير من تعبيرات الكوانتيتي الكميه، فلازم اخد بعد الدو. هنا خدت لو عشان عندي فيرب من فيربات الميول. هنا ادوات تجزئه، انا ما عنديش كلمات الكميه، وانا اتعودت في هسيب لكم في الوصف ان شاء الله مراجعه الوحده الاولى الجزء الاول، الوحده الثانيه والوحده الاولى. هنا كلمات الكميه الاكلات بيجي بعديها البارت تيف ادوات التجزئه، يعني انا باكل جزء من كل. جو مانج دي بواسون، انا باكل سمك. هنا بحب السمك كتير بصفه عامه، هنا انا باكل كثير من السمك. بونجور، اهلا بطلب المقارنه في الوحده الثانيه الدرس الثالث. عندي هنا ان انا بقارن بين شيء، بستعمل بلو كو واحط هنا ادفيرب وادجكتيف صفه او ظرفه، يعني اكثر من. كلمه موان كو يعني اقل من، وبحط هنا ادجكتيف ادفيرب صفه او ظرفه. واوسي كو يعني مساوي، مساوي لي، وهنا برضو صفه وظرف ما بينهم. نوضح ده بالاكزامبل. طب ايه هي الكلمات اللي ممكن استعملها ان انا بقارن بين شيء وشيء؟ يعني واحد اكثر من واحد في حاجه، او حاجه اغلى من حاجه. هنا قليل، هنا مساوي، بلو موان اوسي. ما نوضح ده بالاكزامبل. لا بوم هنا ايه؟ يعني التفاح بيكون هنا لا بوم ايه بلو que كده لا بوم اي بلو شير كي ارخص من اغلى من ايه؟ لا بانانا. نوضح مع بعض. طيب نخلي بالنا هنا كلمه بقارن من مين؟ باللبن ولا بانان، فاكهتين بقارن بينهم، ان التفاح في السعر بتاعه اغلى من لا بانانا. فين اوجه المقارنه عندي؟ كلمة بلو وأدو كو، وأنا عندي الصفة اللي هي الأدجكتيف ما بينهم، يعني التفاح أغلى من لبنان. طب لو أنا عايز أعكسها هقول هنا لبنة إيه موا شير que la bombe. أنا عملت هنا، جبت هنا اللي إن البنانة، البنانة ولا بوم، قارنت بينهم، بس قلت الموز أقل في السعر أو أقل غلو من التفاح، طب استعملت كلمة موان واستعملت كلمة كو وبينهم الصفة. طب أول حاجة أنا قارنت بين الصفة والظرف، هنا هقارن في الاسم، يبقى بستعمل كلمة بلو كو، بستعمل كلمة موان كو، بستعمل كلمة هنا ما بستعملش كلمة أوسي أوتان، وهنا كلمة كو، خلاص؟ طيب وبحط هنا في النص، بحط هنا النوم الاسم، الاسم النوم،
لازم احط كلمه دو. دو ده اللي بيميز لي ان انا بقارن بين صفه ولا بقارن باسم. طب ما تلاقي كلمه دو يبقى هيكون بعديها نو. لما الاقي كلمه دو يكون بعديها نو، يبقى هنا بلو دو كو يعني اكثر من هنا اقل من هنا مساوي ايه. نوضح بالاكزامبل، احمد بوا يعني احمد بيشرب بلو دو بواسون كو سون فرير، يعني احمد ده بيشرب مشروبات اكتر من اخوه. فين اوجه المقارنه عندي هنا؟ بقارن بين احمد وسون فرير يعني اخو احمد، ادي الشخصين اللي انا بقارن بينهم. فين ادوات هنا المقارنه؟ عندي كلمه بلو دو على بعضيها، وادي كلمه كو، وادي النو الاسم في النص المشروب. طب هنا لازم يكون عندي كلمه دو، لازم يكون عندي كلمه دو. اما اقول جي مانج اوتان دو، جي مانج اوتان دو فغويكي مون فرير، يعني انا باكل مساوي لاخويا في الفاكهه، بناكل قد بعض فاكهه. طب انا بقارن بين نفسي وبين اخويا، طيب فين الاسم هنا؟ كلمه فغوي فاكهه، اوتان دو يعني مساوي، وكلمه كو اللي بينهم النوم الاسم. الركن الثالث في المقارنه، الركن الثالث هنا فيرب وبلو كو، هنا فيرب وموا كو، هنا فيرب واوتان كو. يبقى انا عملت ايه لما قارن بهنا بفيرب يعني فعلة؟ بلو كي بيبقوا على بعضيهم، ما بتفصلوش بحاجه ورا بعض. اموان كو اقل من، اكثر من، مساوي لي، اوتان كو، اوتان كو يعني مساوي لي، وبيجي قبليهم الفيرب. نوضح ده بالاكزامبل. جي مانج اوتان كو توا، هنا فين الفيرب؟ ادي فيرب مانج ياكل، ده فيرب. كلمة اوتان كو جت ورا بعضيها مش مفصولة بشيء، وكلمة توا يعني انا باكل مساوي او قدك كده. ديت اداة المقارنة هنا لما بقارن بالفيرب. اما اقول علي ترافاي بيشتغل، هموا كو احمد، يبقى انا عملت هنا قارنت بين علي واحمد، هقول علي اترافاي يعني بيشتغل، ادي الفيرب. اموان كو على بعضيها مش مفصولة بشيء، احمد بيشتغل اقل من احمد، يبقى الحالة الثالثة بيجي الفيرب قبل كلمة المقارنة اللي هي موان كو، بيكونوا مش مفصولين هنا. في الحالة الأولى مفصولين باسم بظرف ادفيرب وادجكتيف صفة، الحالة الثانية مفصولين بالاسم، الحالة الثالثة بيجي قبليهم الفيرب. يا ريت لو ما ننساش اللايك والشير لو عجبنا الفيديو، ويا ريت هنا في سؤال في نهاية الحلقة، اكتب جملة مقارنة بأي وسيلة سواء كان اسم أو فعل أو صفة، ونكتبها في الكومنتات. نبدأ مع بعض. إن تيتو هو لسو أن فيرب سافوار، إيه هي استعمالات فيرب سافوار؟ نتعرف إزاي نصرف الفيرب الأول، بمعنى يعرف je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, avec s. هقول هنا je sais يعني أنا أعرف، tu sais, il sait. هنا nous savons, vous savez, ils savent. ده أول حاجة اتعرفنا إزاي نصرف الفيرب. إيه هو استعمالات فيرب سافوار؟ فيرب سافوار بستعمله مع الأنشطة. أول استعمال مع فيرب سافوار، فيرب سافوار إبليس، فيرب هنا في المصدر في الأنفينيتيف، يعني أنا بستعمل فيرب سافوار وبيجي بعديه فيرب في الأنفينيتيف في المصدر. ازاي اوضح ده؟ اما اقول هنا je sais، انا بعرف بغلي فرنسي،
أنا بعرف أتحدث أو أتكلم فرنساوي. هنا فيرب سافوار بمعنى يعرف، بعديه فيرب بارلي يتحدث أو يتكلم في الانفينيتيف في المصدر يعني غير مصرف، جي سي بارلي فرنسي. أدي أول استعمال لفيرب سافوار. تاني استعمال فيرب سافوار بليس فيرب جوي، أدي فيرب جوي في المصدر. طيب فيرب جوي ليه استعمالات؟ لو مع آلة موسيقية هنا بستعمل أداة إيه؟ أدوات البختتي في التجزئة، دو دو لا دو إلا أبوستروف دي الجمع. فيرب سافوار بمعنى يعرف مع فيرب جوي اللي هو يلعب أو يمارس، لو مع آلة موسيقية بستعمل البختتي. نوضح ده بالإكزامبل. أما أقول هنا جو سي جوي، كلمة هنا هستعمل كلمة جيتار. كلمة جيتار دي آلة موسيقية مؤنث، فهستعمل معها إيه؟ دولا. تبقى أدي فيرب سافوار بمعنى يعرف ورا نشاط، فيرب جوي في المصدر مع آلة موسيقية أدوات التجزئة. أما أقول علي سي جوي بيانو، كلمة بيانو هنا كلمة مسكولة مذكرة آلة موسيقية، فهستعمل كلمة دي. تمام؟ تبقى ادي فيرب سافوار مع فيرب جوي مع الآلة الموسيقية مع أدوات التجزئة. إيه هو تاني استعمال للفيرب؟ بستعمل فيرب سافوار مع فيرب جوي، هو نفس الفيرب بس المرة دي مع لعبة رياضية. في الحالة ديت الآلة عندي الأداة عندي هتختلف، هستعمل أدوات المدغمة أو ألا أ إلا أبوستروف أو الجمع. دي اسمها الأدوات المدغمة، بستعملها مع فيرب جوي مع اللعبة الرياضية. هوضح ده بمثال. أما أقول هنا جو سي جوي وجبت هنا كلمة تنس، طبعا هنا فيرب سافوار بمعنى يعرف، بعديه فيرب جوي في الانفينيتيف في المصدر مع لعبة رياضية. في الحالة دي اللعبة هنا مسكولة مذكرة، فهاخد كلمة أو. طيب ناخد اكزامبل تاني. لما اقول علي سي جوي بيلعب يعرف يلعب بيتونج اللي هي الكرة الحديدية، نخلي بالنا دي لعبة رياضية، نشاط رياضي مش آلة موسيقية. خلاص، والكلمة دي في ميناء مؤنثة، فهاخد آلة. تمام؟ لو خدت نفس الإفراز وقلت علي سي جوي فوت، كرة القدم أو فوتبول، هنا الكلمة مسكولة مذكرة، فهاخد كلمة أو. طيب لو أنا عندي كلمة زي كلمة الإيكيتاسيون، الفروسية، دي كلمة مبدوءة بلتر إيه؟ فويل، فهاخد آ إلا أبوستروف. نفس الإفراز هقول هنا هستعمل آ إلا أبوستروف. طب علي أو منى أو أي شخص برضو هنا سي علي سي جوي على بيتون، علي سي جوي على إيكيتاسيون، على إيكيتاسيون يعني بيعرف يلعب الفروسية. طب ناخد إكزامبل تاني. هنا فيرب سافوار بستعمله المرة دي مع فيرب فير. فير بمعنى يعمل ويمارس. طيب فيرب فير لو هستعمله مع الأنشطة الرياضية، الألعاب الرياضية أو الأنشطة
الرياضيه بستعمل له هنا ايه البارتيتيف دي دو لا دو الا ابوستروف دي الجمع. يبقى فيرب سافوار مع فيرب فير يعمل بستعمل مع الالعاب الرياضيه ادوات البارتيتيف. طيب ناخد اكزامبل ونوضح. اما اقول جو سي فير انا بعرف اعمل، عايزه اجيب لعبه رياضيه فوت، فهستخدم هنا ايه كلمه دي. خلاص جي سي فير دي فوت دي تنس. خلاص ومش مع لعبه رياضيه وبس، وممكن استعمله مع فير مع نشاط زائد نشاط. يعني ايه؟ نوضح ده بالاكزامبل. اما اقول هنا منى سي فير كريب، تعرف تعمل كريب. هنا ده ايه؟ ده مش لعبه رياضيه، معايا فيرب فير قبليه فيرب سافوار. طيب هنا ده نشاط فباخد كلمه دي ادوات التجزئه. خلاص. طيب في استعمال تاني لفيرب فير هو اسمه نشاط متنوع، ازاي؟ نوضحه مع بعض. هنا هقول فيرب سافوار زائد فيرب فير زائد نشاط متنوع. في الحالة دي هنا ما باخدش البارتيتيف أدوات التجزئة، باخد أدوات المعرفة اللي هي ليز أختيك لديفيني إلا أبوستروف للجمع. لما أقول مثال أوضح بيه الكلام ده، مامو مامتي أنا سي فير، هنا كلمة كويزين بتعمل أعمال المطبخ والطبخ، ده اسمه نشاط متنوع والكلمة هنا في مناه، فهاخد كلمة لا. أما أقول هنا جو سي فير دوفوار، يعني أنا بعرف أعمل الواجبات، فهنا ده اسمه نشاط متنوع فهستعمل للجمع. نخلي بالنا من الملحوظه اللي جايه دي، جدا مهمه مهمه جدا، يا ريت نشترك في القناه ونفعل الجرس عشان نوصلكم كل الفيديوهات. تابع معايا الملحوظه اللي انا هقولها دلوقتي. لما اقول هنا جي سي فير دو سبور، خلاص، وعايزه اقول جي في هنا دي سبور. نخلي بالنا من الجملتين، انا عايزه اعرف الفرق في الجملتين دول في النفي. نخلي بالنا ونركز قوي، انا بعرف اعمل رياضه، انا بعمل رياضه، انا عايزه انفي الفراز دي وعايزه انفي الفراز دي. نخلي بالنا من المعلومه المهمه دلوقتي اللي هنقولها. ناخد الجمله الاولى ازاي نتعلم فيها. اما اقول جي سي فير دي سبور، هنا لما اجي انفي الفراز ديت انا عندي فيربين، واحد مصرف والتاني في الانفينيتيف، يعني فيرب فير مسبوق بفيرب سافوار. لما اجي انفي بنفي الفيرب الاول هو اللي بحطه بين طرفي النفي، فهقول هنا جي سي ودي فير، واحط هنا ني ودي با، تمام. طيب يعني فيرب فير ما اتنفاش، لما يكون عندي فيربين واحد مصرف والتاني مصدر بنفي الفيرب الاول. المعلومه اللي انا عايزه اقولها ان ادوات التجزئه هنا لا تغير، بتنزل زي ما هي. ليه؟ طب انا عندي هنا لما يكون عندي الفيرب مسبوق بفيرب اخر الاداه هنا ما بغيرهاش، امال لو انا عايزه انفي الفراز دي هقولها ازاي؟
جي سي دي سبور، هنا فيرب واحد انا بركز عليه، فهقول جي ودي في واحطه بين طرفي النافيه ني، وادي كلمه با وادي كلمه سبور. هنا الدي بتتحول للدو، خلاص. لما بلاقي ادوات البارت تيف في النفي في النيجاسيون بحولها للدي، والدي ابوستروف لما يكون عندي فيرب واحد هو فيرب فير، اما لو عندي قبليه سب اوف فيرب ما بغيرهاش. يا ريت لو عجبنا الفيديو ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناه. بونجور قلت الدرس الثاني، يا ريت نشترك في القناه ونفعل الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات. يعني ايه النيجاسيون؟ ازاي بانفي افراز في اللغه الفرنسيه؟ لما اقول هنا النفي اساسا اول حاجه فيه ان انا بحط الفيرب بين ادوات النفي النو والبا، طبعا احنا متعلمين كده خلاص، واحط هنا الفيرب الفعل في بين النو والبا. لو الفيرب مبدوء بلتر فويل بقول ان ابوستروف والبا، خلاص. طيب لو انا الفراز بتاعتي فيها تو بحولها لجو، لو الفراز بتاعتي فيها فو بحولها لنو، خلاص. ديت حاجات لازم اتعلمها في النفي. طيب لو الفراز بتاعتي فيها لزختيك لان ديفيني ادوات نكره ان ان دي، او فيها ادوات بخت تيف تجزئه اللي هي دو دو لا دو الا ابوستروف دي الجمع، على طول ان انا بحولهم للدو والدو ابوستروف، ابوستروف لو قدام الفيرب مبدوء بلتر فويل. طيب نكمل مع بعض. تييم لا بوكس، تييم لا بوكس دي كيستيون سؤال عايزه اعمل له نيجاسيون، بقول هنا نو لا. لو انا ما بحبش لعبه البوكس بقول هنا التي بحولها لجو، وهنا ادي الفيرب فيرب ايم تصريف، هنا في اس هنا من غير الاس مع الجو، وادي لا بوكس. طيب هحط ادوات النفي فين؟ المفروض ان انا احطها هنا، ادي النو تعمل ابوستروف لان قدامها لتر فويل، وادي البا. ديت اركان النيجاسيو عندي، دي فراز عاديه ونفي كلي للفراز. تبقى هنا النيه كان اصلها كده وانا حولتها ابوستروف عشان قدامها لتر فويلا. طيب نطبق الشرط الثاني اللي هو لو انت بقى عندي ادوات بخت تيفا، اما اقول تي بوا دو كافيه، ادي كيستيون يعني انت بتشرب كافيه. عشان اعمل نيجاسيو كلي للفراز دي هقول نو لا، وادي تي بحولها ادي الجو، وادي كلمه بوا هي ده الفيرب بتاع الفراز عندي بتاع الكيستيون، وادي هنا بحط ادوات النفي ادي النو وادي البا. لا انا ما بشربش، خلاص. طيب الشرط الثاني ان انا عندي هنا بخت تيفة ادوات تجزئه، هنزل بيها زي ما هي؟ لا، هتتحول للدو كافي. لنفي المصدر عشان انفي المصدر نضع قبله طرفي النفي، عند نفي المصدر نضع قبله طرفي النفي اللي هو النيو والبا هيجوا ورا بعض. احنا متعودين ان النيو والبا دايما بتفصلوا بالفيرب، هنا في الحاله دي اما اقول جي تو كونسي دو، جي تو كونسي دو يعني انا بنصحك، اشتي كونسي دي انا بنصحك، ده اكسبريسيو تعبير. عندي الدو هنا اهو، في الحاله ديت بحط النو والبا ورا بعض، تمام. النو والبا ورا بعض، اشتغدون دو جي تغدون دي يعني انا بامرك، في الحاله دي برضو بحط النو والبا ورا بعض. طبعا احنا متعودين النو والبا مفصولين بالفيرب،
المرة دي هيتحطوا ورا بعض هنا عشان أنا بنفي المصدر. هنا je te conseille de، أنا بأمرك de ne pas manger trop، يعني ما تاكلش كتير. تمام؟ هنا بدي هنا كونسي نصيحة، حطيت الني ورا بعض، وهنا قبليها دو مانجي تروب، يعني أنا بنصحك إن أنت ما تاكلش كتير. طيب الفراز التانية نكملها مع بعض. جو تي أوردون دو ني با، يعني أنا بأمرك هنا ني با سوغتير، إن أنت ما تخرجش سل. سل يعني لوحدك، سو السوار في هذا المساء. خلاص؟ طب احنا خدنا النفي الكلي، ان انا بحط الفيرب من الني والبا، فلما باجي انفي المصدر بحط طرفي النفي ورا بعضيهم، الني والبا بيجي ورا بعضيهم. اما اقول il va sortir ce soir، il va sortir ce soir، هنا الفراز هنا فيها اتنين فيرب، واحد مصرف والتاني مصدر. في الحالة دي مين اللي هيتنفي؟ مين اللي هيتحط بين طرفي المصدر؟ هنحط هنا الفيرب الأولاني، هقول إيه هو، وادي فا وأحط الني، وادي البا. تبقى أنا نفيت الفيرب الأول فقط، نفيت الفيرب الأول وكلمة سوغتير. باقي جملة سيسوا بكتبها زي ما هي. أنا عند النفي، عند نفي الفعل ذو ضميرين، ده اسمه فيرب ذو ضميرين، بيدخل الضمير الأول يدخل مع الفيرب في النفي، نفي الفعل ذو ضميرين. إيه هو الفيرب اللي ذو ضميرين؟ زي كلمة هنا سي ليفي، ده فيرب ذو ضميرين. ها صب لي، ده فيرب ذو ضميرين. صعب اللي دي فيربات اسمها فيرب ذو ضميرين، لما اجي اعمل لها عمليه نيجاسيون بنفيها. بنفيها ازاي؟ هنا هقول جو، وادي النو، وادي المو، وادي ليف، با تو. يبقى انا هنا حطيت الفيرب بالضمير بتاعه بين طرفي النفي. طب لو عايزه انفيه في الماضي المركب ازاي؟ لي باسي كومبوزي، ادي الفراز، ما اقول جو، جيم، سوي، ليف، ليفي، يعني انا استيقظت تو مبكرا. ازاي بنفي الفراز هنا؟ هقول جو. مين اللي هيدخل معايا في النيجا سيو في الحاله ديت؟ الأكسيلير جو نو مو سوي با ليفي. الله تو ليفي تو. طب هنا في الحالة ديت التصريف التالت ما دخلش معايا في النفي، اللي دخل معايا في النفي ادي الضمير الأول، الضمير التاني الأكسيلير الفعل المساعد هم اللي دخلوا معايا بين طرفي النفي. عند نفي العدد، يعني لو عندي هنا في عدد ده في الجملة بتاعتي أو الكيستيوس بتاعي في النيجاسيو، بحذف العدد ده، نحذف العدد وبحذف معاه الأس والأكس بتاعت الجمع. تمام؟ طيب هقول هنا جو نو أشيت با. تمام؟ أدي النفي، جو ني اشيت با، وهنا حذفت العدد واستبدلتها بايه؟ بالدو. تبقى العدد بحذفه وبستبدله بدو او دو ابوستروف على حسب ورايا الكلمه هتبقى فيها حرف لتر فويل ولا ما فيهاش، وبحذف الاس او الاكس بتاعت الجمع باكيت. يعني انا ما اشتريتش اي باكيت. تمام؟ النفي الكلي لما الاقي عندي كلمة ك
كلكا او كلكن للمسكولا، كلكا او كلكن للفيمينا، وكلمة طول موند، طول موند يعني كل الناس، يعني كلكا شخص ما سواء كان مسكولا او فيمينا، وطول موند يعني كل الناس. طيب لما اجي ده اسمه النفي الجزئي، لما اجي انفي بنفي ازاي فراز هنا؟ اما اقول tu rencontres quelqu'un يعني انت قابلت حد شخص ما، هنا النفي بتاعه une personne ولا شخص، ne personne ولا شخص، تمام. طيب هي ممكن تيجي personne او ممكن اقول personne، ne ورا بعض لازقين ورا بعض لما يكونوا سوجي فاعل، هنوضح ده بالاكزامبل. هنا tu rencontres quelqu'un هو انت قابلت حد، هنا جايه ايه؟ مفعول مش جايه فاعل. لما كان فيها هنفيها بنو بيرسون، هقول هنا نو لا، والتي بحولها لجو، وادي النو هنا غم هم rencontres انا ما قابلتش، وايه الطرف الثاني؟ بيرسون يعني انا ما قابلتش حد، ده اسمه النفي الجزئي. يعني ايه؟ ان انا استبدلت الني والبا، هنا لما الاقي كلكا كلكين طول مون بنفي بني بيرسون او بيرسون ني لما تكون سوجي، هنوضحها دلوقتي. جين رونكونتر بيرسون يعني انا ما قابلتش اي حد. طب ازاي اعمل بيرسون ني امتى؟ نوضحها بالاكزامبل. هنا لما اقول كي ابسون، كي يعني من، كي ابسون يعني في حد غائب، ابسون كي ابسون، هنا في الحاله دي انا بسال عن شخص، هنا سوجي فاعل اللي بسال عنه جاء في السوجي الفاعل، عن كي عن من، خلاص هقول في الحاله دي بيرسون ني اي ابسون، اي ابسون يعني مفيش حد غايب، بيرسون نو ودي فيرب اتر ودي ابسون يعني مفيش حد، نو ابسون ني ابسون يعني مفيش حد غايب، يبقى ادي النفي النهارده نو بيرسون نو، بيرسون نو، تمام. quelque chose que à quoi qu'est-ce que دي كلها بسأل عن شيء غير عاقل. اما اقول quelque chose يعني شيء ما، que يعني ماذا، à quoi ما هذا، qu'est-ce que يعني ما هذا، شيء غير عاقل. في النيجاسيون ده اسمه نفي جزئي بنفي نو ريان يعني لا شيء، نو ريان، وممكن اقول زي بيرسون نو ريان نو ورا بعضيهم ريان نو لا شيء، هنوضح ده بالاكزامبل. كلكي شوز تانكيت، كلكي شوز تانكياتي يعني في شيء قلقك، انت قلقان من شيء، كلكي شوز هنا يعني بسأل عن شيء غير عاقل، جات كسوجي فاعل، جات في بداية الكيستي السؤال. لما اجي اعمل لها نيجاسي هقول لا ريان نو، ريان نو يعني لا شيء، مي انكيات ريانو مانكيت يعني مفيش حاجة مضايقاني. طب هنا ريانو جت ورا بعضيها عشان كلكي شوز جت كسوجي كفاعل. اما اقول كو فيتي، كو فيتي ماذا انت تفعل، جوني في ريان، جون في ريان يعني ما بعملش حاجة. هنا ريانو جت هنا نفت لي الفيرب بتاع الجملة، الفعل الفيرب جا ما بين نو وريان، ما جوش ورا بعض ريانو هنا زي لان بدات هنا بالسوجي كفاعل. اما اقول اكوا بانسوتي، اكوا بانسوتي
في أي شيء أنت تفكر. Je ne pense rien. Je ne pense rien. يعني أنا ما بفكرش في شيء. ونخلي بالنا هنا بدأت بريبوزيسيو حرف الجر أ. هنا ما تنساش إن أنا حطيته. تمام؟ أ rien. طيب Je ne pense à rien يعني أنا ما بفكرش في أي شيء. هنا الغيام ما بين الفرب ما بينهم. تمام؟ quelquefois souvent parfois quand toujours دي كلها كلمات لو انا شفتها عندي في الكيستيو في السؤال او في الفرازه النفي عندي بيكون نو جامي. quelquefois احيانا souvent غالبا parfois احيانا quand متى toujours يعني دائما نو جامي. tu vas toujours au cinéma tu vas toujours au cinéma يعني انت دايما بتروح السينما. لا نو جو نو فا انا جامي او سينما. ايه اللي حصل هنا؟ اول حاجه لغيت كلمه توجور. لغيت كلمه توجور لما انا لغيتها استبدلتها بكلمه جامي وحطيت الفيرب بين النو وادي الجامي. يعني انا جن في جامي وسينما ما بروحش السينما نهائي. يبقى الكلمات دي انا اصلا بستبدلها بنو جامي يعني بحذفها ما بكررهاش تاني وبستبدلها بكلمه نو جامي. اخر حاجه معايا كلمه انكور يعني ما زال. نو بلو لم يعد. نو بلو لم يعد. لما اجي انفي بستبدل كلمه انكور بنو وبلي لم يعد. اما اقول تيا انكور فا يعني انت تيا انكور فا يعني انت لسه جعان هقول لا جو. وادي فيرب افوار بكتبه هنا بحط الجي واحط النو والابوستروف النافيه وبحط كلمه هنا انكور بستبدلها كلمه بلو فا يعني جي ني بلي فا ني بلي فا يعني انا مش جعان لم اعد جعان. يا ريت لو عجبنا الفيديو ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه. اوغفوار.